خلينا نسجل الجلسة، يمشي عن نقدر ننزلها على اليوتيوب كمان. بس إذا خبروني عم تسمعوني بشكل واضح، إذا فيكم بس تخبروني على الشات إذا عم تسمعوني بشكل واضح. مهندس رامي معنا؟ صار أونلاين؟ يسعد لي مساءكم، شغال عندي أوكي، ممتاز، يلا ممتاز. خلينا نستثمر وصوت الوقت عشان لك. تمام، خلينا نستثمر الوقت أول شيء ونرحب فيك. احنا متشرف بحضورك معنا اليوم بجلسة التقنية الثالثة بعنوان الشبكات المركزية الكور نتوركس ضمن الاتصالات الخليوية، لحتى نحكي بلمحة سريعة بمدة 45 دقيقة إن شاء الله على موضوع الشبكات المركزية الكور نتوركس، المهام، المهارات، المصادر، تنمية الخبرات. بدنا نستفيد من خبرتك اللي هي تجاوزت 15 سنة ما شاء الله بمجال الشبكات المركزية ضمن مزودات عالمية نوكيا ومشغلات خدمة محلية. أهلا وسهلا فيك مهندس رامي، إذا بتحب هيك تعرفنا على حالك دقيقتين ثلاثة بعدين لنبلش بالمجال المحاضرة، تفضل. شكرا أستاذ. أول شيء مساء الخير للموجودين واللي بيسمعونا بعدين. معكم رامي قزيها، خريج هماك عتيق بال2000 أظن. اشتغلت من حوالي مثل ما عم تقول شيء 15 أو 17 بال2002. دخلت مجال الاتصالات ككور انجينير، اشتغلت مع سيمنز ومع نوكيا سيمنز بعد المرج، بعدين مع نوكيا، بعدين اشتغلت مع سيرياتيل، ولساتني بمجال الاتصالات بس شوي طلعت برات الكور. ما بعدت كتير بس لساتني بالجم ضمن الاتصالات. تمام. معظم السنين اللي اشتغلت فيها هي كانت اللي بنسميها السبورت او التكنيكال سبورت، باعتبار مع مزودين التكنولوجيا والفندرز مثل ما بيقولوا. يعني هاي معظم خبرتي كانت، وطبعا يعني اضافت عليها شغلي مع بسيريتك كمان خبرة جيدة بمجال البلانينج، ما شاء الله. تمام وهاي اللي فيني اقوله خلال تمام تمام تفضل. متشرف بحضورك معنا كخبرة رائعة لموضوع محاضرتنا اليوم. هلا بداية خلينا نتعرف على موضوع الكور نتورك. هلا نحن كثير بنسمع بموضوع كور انجينير، كور نتورك، البنية التحتية للاتصالات الخليوية، فإذا بتحطنا هيك بصورة عامة شو موقع شبكة الكور من ناحية إنشاء المكالمات أو الداتا أو شو الخدمات اللي بتقدمها شبكة الكور نتورك؟ تمام. لا انا بعرف الكور نتورك او جزء الكور او اللي كانوا يسموه سويتشنج سب سيستم بجزء المظلوم شوي بالشبكه، مع انه هو من اسمه يعني هو او هو المركز الخدمات الخليوي مع تقريبا جميع الأنظمة. حاليا هو الشبكة. هلا كثير أحيانا بيروح بالبال إنه الكور ونتورك معناته راوترات وسويتشات وشي. لا، في أنا عندي لما بحكي على الجي اس ام انا عندي الكور هو مختلف. انا هون عندي شبكه الجي اس ام اللي هي لها كور. هلا هي بتستخدم الانفراستراكشر او البنيه التحتيه والسويتشات وكل شيء من تحت. شو بتقدم لي الكور؟ هلا نحن بنعرف او معظم الناس لما واحد بيقول لهم انا مهندس اتصالات بيقول له انت اللي بتركب الابراج، انا في انطين جنب بيتي. حكوا لنا مع الشركة التغطية تعبانة ما عم يشتغل. معظم الناس بتشوف الجزء الراديوي أو الاير انترفيس من الشركة، لكن بعد منها وراها شو عم يصير. هاد من هون
لا كنت بتمنى انه اعمل شويه سلايدات او شرح مثل ما بيقولوا لي كانوا خربشات بالقلم، كان ممكن بتفيدنا اكثر. الكور فعليا السويتشنج، موبيليتي مانجمنت، سنترلايزد داتابيز، كل شيء له علاقه بتشكيل الاتصال، بمتابعه، باداره الموبيليتي، ما بعرف شو ممكن تعربها، بس حركه السبسكرايبر ضمن الشبكه كيف راح كيف اجى. الكور لسبسكرايبر اللي هي الكول، الاس ام اس، يو اس اس دي، حاليا هلا بالاجيال ال 3 جي 4 جي صار في عنا الانترنت، ولاحقا بده يصير في كمان كماله بالجيل الخامس بيصير في عنا كل شيء سيرفيسز بنسمع فيها، انترنت اوف ثينجز او فيكل تو في تو اكس، بالنسبه للسيارات او المركب لسه يطول شرحه لقدام. نبدأ اولا الدخول على الشبكه من حيث الاوثنتيكيشن، الاوثرايزيشن، بعدين الموبيليتي مانجمنت لما عم يتحكم بعدين الو كانه في صار قطع انا ما اسمع سامعيني حدا. استاذي؟ تفضل تفضل استاذ العميد. كمل ولا داخلكم نفوت شوي ديتيلز اكثر؟ لا شو داخلنا استاذ. طيب المكالمه او خلينا نبلش بالسبسكرايب، مجرد ما عمل اذا الانترفيس بدي اعرف انا مين هذا الشخص اللي فايت لعندي. انا بعرف انه هي السم مع الديفايس، هي بنسميهم اليوزر. هو يوزر من عندي انا فعلا اعطيها السم، يعني هذا الشخص عنده سيرفيسز اللي هي يحكي مثلا يستقبل اللي بنسميهم التليفوني سيرفيسز، البيرر سيرفيسز. فاول شيء بده يعمله هو بده يعلن عن حاله اللي بنسميها باللوكيشن ابديت، بده يقول انا هون، انا موجود بالنتورك، انا بدي فوت على النتورك. هاي القصه بتبلش من عند البي اس تي، بس يعمل الاير انترفيس واوكي تمام وصار في اتصال، بتقول له البي اس تي شو بدك؟ اليوزر بيقول له بدي احكي مع الكور، انت خلص دورك، بدي احكي مع الكور، قال له انه انا موجود. فبتنقل هالريكوست هاي للام اس اس او الام اس سي، رح نشرح الفرق بعدين. الام اس سي ما بيعرفوا مين هو لحتى يروح يسال السنترلايز داتابيز اللي عندها كل السبسكرايبرز، اللي هو مثل ما بنعرف الاتش ال ار او الاتش اس اس، كمان رح نحكي بعدين الفرق بيناتهم. ال HLR هو اللي فينا نقول اللي بيعرف هذا الدليل، الصفحات الصفراء القديم في موجود كل السبسكرايبرز وشو مسمح لهم وشو لازم ينعطاهم خدمات. ف اكثر تشبيه انا بحب استخدمه بالنسبه للنتورك مثل واحد بالعتمة ما له شايف شيء، بده يتأكد الشخص الثاني هذا اللي عم يحكي معه مين هو، فبده يحذره حذيرة انه انت يا ترى كذا يا ترى فلان. هاي الحذيرة مفروض ما يعرف جوابها غير الشخصين هدول تماما، المختار يعني، هذا مختار الضيعة بيعرف الكل.
بدنا نفوت شوي بالاوثنتيكيشن، بس ما بعرف قديش معنا وقت، وخلينا نحكيها ببساطه. حزرح الزيرة للسبسكرايبر انه يا ترى مثل شو كلمه السر تبعك؟ بلكي مقدمه نحكي شوي هون. اذا بتعرفوا في عندي الخوارزميات اللي بسموها الـ A3 و A5 و A8. الفكره انا في عندي مثل الكي موجود على السماية وموجود عندي بال HLR، ما حدا تاني بيعرفه. فأنا بعمل ألغوريثم معينة مشان طلع مثل الوان تايم اوثنتيكيشن اللي نعرفه. بحط راندوم نمبر مع هذا الكي وبطلع منه نتيجة اللي هي مسميها الريسبونس أو السايند ريسبونس، وببعتها للـ SMS، بقول له للـ SMS، عفوا للـ MSS، حزره الحزيرة، أعطيها الرقم وقول له احسب لي، وإذا أعطاك الجواب هذا صحيح بيكون هو فلان صح اللي هو أخذ السم من عندي. هذا جيل تاني. جيل الثالث والرابع في شوية اختلاف هلا بنحكي عليه. الكونسبت واحد، إنه أنا بدي حزر السبسكرايبر الحزيرة ما حدا بيعرفه غيره. الجواب موجود على السم، ف باخذ انا هالفاليو هي اللي اجتني، بعطيها للسيم تحسب بتعطيني النتيجه، برجعها للاس ام اس، اس ام اس عفوا الام اس اس، انا اخر علي اليوم اس ام اس، بقارنها بيطلع معه انه مزبوط هذا هو السبسكرايبر، وهي السيم ما هي صحيحه لانه انا اللي حاطط عليها الكي من اصل من قبل ما اعطيها. اوكي طيب شو بدك انت هلا صرت عنا؟ بيقول انا بدي فوت على النتورك، بدي اعمل location update register مثل ما بنقول كمان بال packet switching. اوكي وين انت موجود؟ بحصره انا بالمنطقه اللي اجتني الريكويست منها، اسمها اللوكيشن اريا. اللوكيشن اريا هي مجموعه من عشان انا بعطيهم يعني كود واحد انه هدول مجموعه معينه مع بعض. ليش مقسم النتورك وليش ما انه خلص باي سيل باي سيل، ولا ليش مو بي اس سي باي بي اس سي؟ نحكي فيها بعدين. خلينا نقبل هلا شوي انه شغله ادمنستريتيف. بس عرفت هذا الشخص انه موجود بهالاريا هاي، اوكي بقول له طيب خلاص اوكي مثل ما بدك، اذا حدا سال عنك انا بعرف كيف وصله. هي باختصار قصة الاوثنتيكيشن مع اللوكيشن ابديت. هلا لما بيتحرك السبسكرايبر من منطقة لمنطقة تانية صار لازم يخبر انه انا تحركت، بينتقل من سيل لسيل. اوكي مو مشكلة، من بي تي اس لبي تي اس، لساته ضمن البي اس سي اريا او البي اس سي، شايفته ضمن هاللاك، ما بتحكي معه شيء. اوكي انا شايفتك، انا ملاحقتك، بعرفك بوين موجود. لما بده يطلع برات مجالها بده يخبر انه انا اوكي صرت بمنطقه ثانيه. هون بقى بيخلص كمان دور البي اس سي، بتخبر الام اس اس مره ثانيه انه انا هذا ما عاد اقدر اشوفه اذا كان طلع برات المنطقه تبعي، فيا ريت تتفاهموا معه وتشوف اي بي اس سي رايح له حتى تقدروا توصلوا له. طبعا السبسكرايبر او الام الموبايل سبسكرايبر لما بيتحرك بيشوف حاله انه هو صار بمنطقه ثانيه، بسيل تابعه لمنطقه ثانيه، بيسمع من ضمن اللي بيسمع بالبودكاست اللاك الجديد، فبيخبر انه انا باللاك الفلاني. اوكي طيب ماشي. هون كمان بصير عندنا عمليه لوكيشن ابديت ثانيه. الاي ام اس مع سي اس كول، لساتنا هلا نحن عم نحكي باللوكيشن ابديت، خلينا نحكي بالسي اس كول مباشره. المهم هي اللوكيشن ابديت، ما حفوت بالبيريوديكال لوكيشن ابديت ولا لما بيطفي شو بيصير، ولا هي كمان بدها ديتيلز اكثر. هلا لما بتجيني الكول، اول شيء الاي ام اس موضوع شوي متقدم لنصل للباكيت لحتى نقول شو ليش بدنا الاي ام اس وشو الفرق.
الكول العادية بالسي اس، خلينا نبلش بالموبايل ترمينيتنج. جايتني مكالمة من مكان ما من شبكة ثانية، بدها تفوت لعندي على النتورك. مين اللي بيعرف شو بيصير؟ بالعادة بيقولوا لي على الجيت واي. تمام، الجيت واي هي مو شرط انتيتي قائمة بحد ذاتها، هي واحد من الاساسات اللي مربوط مع نتورك الثانية. خلينا نقول اجت المكالمة على الام اس اس تبعي، ما رح نعقد السيناريو كثير. هذا الام اس اس رح تجي مكالمة انه انا بدي احكي مع البي نمبر فلان. اوكي، بدنا نسأل وينه، ما بنعرف وينه نحن فعليا. صح هو موجود عندي، لكن بدي اسأل وين لحتى اقدر اوصل له، لاي بي اس سي، لاي لوكيشن اريا، والبي اس سي، وبعدين هي رح تدور عليه موجود باي بي تي اس باي سيل. فبعمل شغله اسمها الانتروجيشن، بسأل اتش ال ار، بقول له هذا الشخص او هذا السبسكرايبر وين موجود؟ وين اخر مره كنا بنعرفه؟ هذا السبسكرايبر موجود الداتا تبعه بال اتش ال ار انه هذا كان باخر مره باللاك الفلانيه. فباخذ هالمعلومه هاي وبستنتج منها بانه ام اس اس كان موجود او بانه في ال ار فعليا. نفرق بين بقى الام اس اس والفي ال ار، يعني عاده بيكونوا نفس الانتيتي بس الفانكشناليتي غير. بعرفه انه موجود بالفي ار ار الفلاني. ليه؟ لانه هو خبرني انه انا عملت هون اللوكيشن ابديت اخر مره عندي. اذا بتحبوا فينا نعمل سكرين شيرنج او متواجده متاحه، ولا فينا اكيد اذا موجود عندك شيء جاهز استاذ رامي، ما في مشكله. طيب نجرب، لانه حكي هيك رح يضيع الدنيا. بس بهالحالة بجوز نعمل تو سيشنز، السيشن الأولى نحكي فيها مثل ما اتفقنا عن موضوع الكور والكول لأن الاي ام اس قصة بحد ذاتها تماما بحر. طيب خلينا نجرب هلا معك شايفين معي. إذا 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 الحضور مهتم نقدر نحن نعمل سيشن ثانية مباشرة بعد هي على نفس الرابط ومنكمل، لأنه في أسئلة لسه كثيرة بموضوع التوصيف الوظيفي والمهارات والخبرات تماما. انا ما بدي نفوت كثير تكنيكال بس تماما لانه ما عندي حضور. شايفين تفضل. اوكي، خلينا نخربش شوي مثل العاده. انا هاي عندي بس ظبط شوي برش. اوكي تمام. مثل ما حكينا هذا الاتش اس اس مختار الضيعه اللي بيعرف الكل وينه. تمام، هاي الام اس اس اللي مربوط لبرا مع النتورك الثانية اللي بتجيني الكول لعنده، وهي الـ MSS تبعي الثاني هحط هون سلاش VLR. اللي هو هذا مغطي هالمنطقة هاي، وهي صاحبنا بيجيني الريكوست لهون انه انا بدي احكي مع هذا الرقم بي، الله يجعله بي. فأنا أول شيء بسأل HSS وين موجود فلان؟ أنا عندي هون بالداتابيز تبع الـ HLR إنه آخر مرة حكانا فلان قال إنه موجود بهالمنطقة هاي، فروح بحاكي. هاي اللي بنسميها signaling، اللي عم يرسمها النقاط اللي هي signaling. بحاكي الـ MSS بقول له أعطيني شي طريقة أقدر أوصل لفلان لأنه جايته مكالمة. فهون بعمل أنا ربط بين اللي كنا نسميه تمزي، أظن هلا بكون تسألوني شو هو وغالب كونوا بيعرفوا، وبين MSISDN MSRN number. هذا هو رقم، خلينا نقول ما حالكم شو التفصيل تبعه، مجرد رقم ريفرنس، مثل ما كنت أقول دائما هذا رقم المعاملة.
بقول له اوكي خلي اللي بده يحاكيني اللي بده يحاكي هذا الشخص يعطيني هالريفرنس نمبر هذا ام اس ار ان. فبرجع خبر هذا انه اوكي هي الام اس ار ان اللي فيك تربط هالمكالمه هي بهالاتجاهات. نغير اللون. فانا هلا من هاد بدي قلب الداتا بيس تبعي بالام اس اس رح اعرف انه انا لازم روت المكالمه تبعي لهذا الام اس اس الجديد. وبقول له في مكالمه جايه لعندك. هاي كلها التنقيط هذا اللي شايفينه هذا بنسميه سيجنالينج. بحكي مع البي اس سي سينا رسمه هون انه حضري حالك جايته مكالمه للبي نمبر. بيتراسلوا بيتحاكوا على اي فريم على اي شانل انا شو اعمل وين روح وايدك ما لح نحكي فيها كمان بالتفاصيل مشان ما نشط كثير. بيقول له اوكي جاهز الزلمه جاهز يستلم المكالمه. فبدي انشئ انا بقى هلا سيركت سويتشنج من هون جاي الاسم سيركت لانه هي بدها تمشي من هون هي نقطه وصل هي نقطه وصل وهي نقطة وصل وهيك شايفين هدول نقطة اثنين ثلاثة كل واحد بيأسس من عنده طرف بنسميها لج من هون لهون من هون لهون من هون جاي اسمها سيركت سويتش لأنه هي فعليا هي سيركت مثل لما بأسس أنا في بي إن بين طرف هون وطرف هون ما حدا بيقدر يفوت معي فيها. الفكرة إنه هون أنا عم بعمل ستريمينج للصوت فيها ما حدا بيقدر ياخذ معي ويجيب معي غير بهالطريق. من هون جاي اسمها سيركت سويتش. هاي شوية شرح لما بتجيني المكالمة. يمكن ما ضفت كتير تفاصيل بس لأنه ما في وقت فصل فيها أكتر. خلينا نحكي بقى هون بقى على هدول المربعات اللي رسمناهم. معناته هاد شو دوره الـ MSS؟ هاد كـ MSS slash VLR عمل دورين. الـ MSS مسؤول عن الموبيليتي عن السويتشنج في ال ار عن الموبيليتي. اللي بده اسس هون اتصال من هذا الجنب واتصال من هذا الجنب. ما بعرف اذا متذكرين الفرق بين السيركت سويتشنج والباكيت سويتشنج. انا لما باسس سيركت بعطيه فعليا خلينا نقول داره نحاسيه مثل ما بيقولوا ايام زمان فيزيكلي مربوطه من هون لهون نقيه تنهاي. بينما باكيت سويتش انا ممكن اخذ فعليا باكيت وابعثها بروتات مختلفه ما لها ريل تايم هي عم تبفر وتزت. بينما السيركت سويتشنج الميزه اللي فيه هو ريل تايم يعني هذا الحكي بيطلع هيك لهون ما بيتخزن ببفرات وبيرجع بيتروت على شكل باكيتات من قرنة لقرنة. فعندي أنا هون أهم شيء السويتشينج. طيب الـ VLR اللي نحن دائما بنرسمه بلزقه مسؤول عن موبيليتي مثل ما حكينا أنه أنا كيف عرفت وين هذا الشخص موجود. بعرف أنه مسجل اسمه هون بالـ HLR انه هذا البي نمبر موجود بالـ VLR رقم خلينا نقول هذا واحد هذا اثنين موجود برقم اثنين تمام لهون ولا في شيء؟ تمام استاذ رامي. في بس هيك سؤال اجاني انه اذا فينا نحكي كمان عن مش بس الكور تبع الجيل الثاني انا شايف كمان جيل رابع بالموضوع اذا نقدر تمام. نميز بين شو الثاني شو الرابع وين اللعبة بالضبط. هلا حنحكي معناته النطوه شوي ننتقل
الجيل الثالث. الجيل الثالث هلا هون قبل ما نوصل على الجيل الثالث، كل هذا الحكي شو صار؟ هو عبارة عن كول، مكالمة، فويس، ما قدمت أنا أكثر من هيك. طبعا الجي اس ام أو كجيل ثاني في عنده اس ام اس، اوكي عظيم كتير. طيب بلشت في عنا كمان في شيء مسميه البيرر، اللي هو اللي بيعرف ايام الدايل اب، اللي هي داتا اوفر فويس. بعدين بلشت كانت تنتشر الانترنت بشكل انه طيب ليش ما انا كمان يكون اقدر فوت على النت، هاي الانترنت عن طريق الموبايل. اوكي صار بدنا نحن هلا شوي نغير بالإكويبمنت لحتى نقدر نعطي باندويث أكبر. هون صار في عندي RNC تخربشت كتير ما وفي عندي SGSN. فعلياً تقريباً نفس ال الفانكشناليتي ونفس البروسيس بتصير لما انا بعمل لوكيشن ابديت وبسجل حالي وموجود انا بدل اللاك شو اسمه سيرفيس اريا. الفرق بين السي اس والبي اس بلوه مني شوي هيك مبدئيا، انه السي اس انا ممكن أبعت مكالمة واستقبل مكالمة. غالب الاتصال مع يعني مع جهاز تاني هون موجود، بينما بالنت أو لما بدي انتقل الباكيت سويتشينج وورد أنا هون فايت على سيرفر، وطبيعة الاتصال عادة بتكون هي ريكويست وداونلود أو مثلا أو اكنولج أو شيء. بلشنا نحط هالإكويبمنت هاي لحتى نربط. أول شيء بالإير انترفيس يكون عندي باندويث أكبر. تاني شيء صار في فانكشناليتي اختلفت، لأنه أنا هون الكول كانت تمشي ستريم بس تخلص تقطع هاي الصفرة تقطع خلاص خلصنا، بينما بالباكيتينج أنا ممكن يكون عم بتحرك. أوبس كان لازم اللونه بي بهاد عم ليش هيك؟ طيب هاي بني عم بتحرك، فبيجوز أنا أكون لسه عم بعمل داونلود فبدي لحقه لهذا الزلمة أبعت له الكمالة. الفكرة باختلاف التسميات واختلاف الفانكشناليتي هي بس لأنه صار التعامل مع السيرفيس اللي عم أقدمها مختلفة. لح أمسح هدول وأرسم رسمة أنظف شوي. أوكي شكلكم نمتوا. أنا عم أحكي مع حالي. لا معك استاذ. طيب أنا ما كنت مخطط نحكي كتير تكنيكلي. Meeting will end in 10 minutes. طيب نحن نحكي أسرع. قلنا نحن عنا BSC MSS، انتقلنا ل RNC و SGSN. هون اختلفت النود لما صارت E نود B. الفكرة بال 3G وحتى بال 4G انه انا اقرب ال signaling وال computing لعند الطرف، عفوا النود B وال E نود B الطرف الزلمة هاد، لحتى انا خفف شوية processing بقلب النتورك. لاحظوا عندي BSC MSC HLR بطيخ مبسمير هون RNC SGS. طيب أنا ليش بدي كل هالنودز هدول طالما هن سوفتوير فيني أنا أعملهم optimization أكتر؟ فخلي الـ E-Node B مثلا لما بده يتحرك هي اللي تعمل الهاند أوفر وهالقصص هاي. أنا هون شو بيهمني؟ أنه أوكي أعطيني خبر
انه زلمه انتقل، مالي مضطر انا بقلب النتورك انه اخذ واعطي يكون سنترلايزد كثير. هلا نجي للسؤال اللي عم نحكي تبع انه شو الفرق بالفورجي. الفورجي بقى ما عاد فيني انا اقدم خدمه السيركت سويتشينج، ما بقى بدي اقدمها، تمام؟ رح ابقى باكيت سويتشينج. طيب انا كيف بدي اقدم خدمه فويس او كول فوق هي؟ صار يا اما بدي انزل ما بيقولوا فول باك لل 2G او 3G، او بدي طريقه ثانيه يكون في عندي سيستم يشغل لي الفويس كانها يعني سيرفيس مختصه لحالها، لها سيرفر وهذا كلاينت وبيحكوا مع بعض وهو بيأمن لي الكونكشن. هذا هو اللي اسمه IMS، تمام؟ لهون انا ما عم بقدر اشوف التعليقات. فالفرق بين ال 2G اللي هو بيدعم شوية صغيرة الباكيتينج، كان السيرفيس الأساسية هي الفويس، وخدمة الفويس هي ستريمينج تشتغل بالسيركت سويتش بكل رياحة، بينما الباكيتينج متطلباته مختلفة. ما بيهمني أنا يكون عندي ستريمينج جاهز، أنا في عندي البراوزينج، في عندي البوش نوتيفيكيشن، هي ما لها ريال تايم. فشوي شوي العالم عم ينقلب باكيتينج، بس نحن ما بدنا نكب الفويس. الفويس رح نعمله سيرفيس مثله مثل غيره، يركب على النتورك الباكيت. فكنا بالأول نستخدم التليفوني ونستخدم السيركت سويتش حتى نفتح سيشن بين طرفين، هلا صرنا عم نستخدم الباكيتينج نفسه ونشغل الكول كستريم كسيشن. هذا اللي فيني اقوله خلال دقائق بسيطه. في سؤال استاذ رامي، موضوع الاي ام اس الاي بي مالتي ميديا سب سيستم، هل هو نفسه الفويس اوفر ال تي اي ولا في اختلاف؟ تمام. هلا هون انا باعتباري بال4G ما عاد عندي فويس، فانا عندي طريقتين، يا بستخدم الاي ام اس اللي هو بيقدم لي هالسيرفيس هاي، مثل ما في فيديو لاستاذ اياس شرح لنا فيه، او بيكون عندي طريقه اني اعمل فول باك. هلا ما كتير انا متذكر الفول باك، بس هي لما أنا بقول voice over LTE فأنا عم بحكي على خدمة الفويس اللي هي بدها تركب فوق الباكيتينج. ما بعرف إذا جاوبت على السؤال مظبوط ولا واضح الفكرة ولا لا. تمام. سلم إيديك. خلينا نشوف إذا في أسئلة تقنية قبل ما ننتقل للجلسة الثانية اللي هي أكثر على موضوع المهارات والخبرات والتوصيف الوظيفي والقصص. في شيء أسئلة تقنية من الحضور على موضوع الكور سويتشينج؟ هلا عفوا أستاذ، بس سؤال صغير بعد إذنك. هلا من ضمن الاختصاص اللي جوا الكور لازم الواحد يكون قوي كتير بالنيتورك كمان بيفيده هاي الشغلة ولا لا؟ لأن النتوركينج ما بتشتغل نتوركينج فعليا، بس نرجع هلأ نحكي فيها بالسكيلز، لأنه أنت حتحكي مع باقي الأقسام كلياتهم، ولح تستخدم الإنفراستراكشر تبعك اللي هي IP backbone بالأخير، فلازم يكون في ولو إلمام بسيط بالنتوركينج. يمكن أفضل نحن نتوسع فيها بالجلسة الثانية بعد إذنكم إذا ما في مشكلة. في عندي إلك سؤال أستاذ رامي من عندي، نعرف يعني بس باختصار، نعرف أن التجهيزات لديما خدمة الكور مثل ما قلت أغلبها رابترات وسويتشات. على التكنولوجيا المستخدمة في شيء قديم في شيء جديد، في شيء ATM سونيد DWDM
إلى آخره. شو التقنيات المستخدمة اليوم بالكور وين رايحين بهذا المجال؟ تمام، هذا سؤال حلو. هذا يعني لو في إمكانية نبقى نعمل فيديوهات مفصلة لكل نقطة من هدول. من زمان كنا نستخدم الإي 1 ملتيبلكسرات الإي 1 لحتى نقدر نوصل من 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 من, من نقطة لنقطة. مع الـ 3GPM اللي هي شوي كانت يعني تكنولوجيا تعبانة مثل كل الـ 3G، من سواء من كان الاير انترفيس ولا كان بال، هي من وجهة نظري يعني كان فشل ذريع الـ 3G، لكن هو خطوة إجباري لحتى نقدر ننتقل للتكنولوجيا الجديدة اللي هي الـ IP. هلا فعليا شايفين كل هدول اللي حكينا عليهم، هالـ equipment هي بالأخير عم تتحكى مع بعضها over infrastructure كاملة من راوترات وفايروولات و IP network كاملة، وتحت منها حيكون في layer 2 وال layer 1 اللي هي ممكن تتضمن fibers وممكن تتضمن microwave links. ونحن عم نحكي، لما بنحكي على الكور نحن بنحكي فعليا من الليفل 4 بالأوزي وطالع. الليفل 3 وليفل 2 فعليا بالنسبة لنا هدول يعني ما بيقولوا يعني حامل، لأنه ما بنعرف شو في بقلبهم، ما كتير بيتطرق لهم الواحد، لكن لازم يعرف شو عم يصير تحت. هلا بنحكي فيها شوي لقدام. فأنا فعليا اللاير 1 لاير 2 لاير 3 لما بحكي بالكور ما كتير بطلع فيهم، أنا بحكي من اللاير 4 لل 7 فعليا، يعني الابليكيشن والسيشن إلى آخره. تمام، بس لنوضح نحن نحكي على لأنه بالأخير مثل ما كنتم شايفين يعني هل قصدي بس باللايرات نشرح من وين نقدر نشوف شو هن اللايرات، يعني إذا بتضلنهم على مصدر مثلا يشوفوا كل لاير شو هي. تمام، هلا نحن هذا موجود بحكي بالجامعات، بالنظري موجود الاوزي لاير، هي كثير مهمه الواحد يفهم شو يعني سيستم انتر كونكشن. تمام، اللي هي الفيزيكال والماك وال تمام انا هون عندي كابل، عندي ماك، عندي فايبر، عندي ما بعرف شو مايكرويف لينك، فوق منا انا في عندي الايرور كوركشن، في عندي هون فعليا point to point متحاكة. لما بنحكي على الكور نتورك انا كل هدول انا مفترض انه انا هون الـ MSS هو يوزر والـ HLR هو يوزر تاني، وانا مفروض انه انا بعت هالمسج تبعي تصل للطرف التاني بغض النظر عشان تصير تحت. طبعا مو بغض النظر، لكن فعليا مهندس الكور ما كتير بيتطرق لهدول، لانه هدول بدهم تيمات تانية متفرغة، وهون لعب الشباب الاي تي وحتى الاي بي سيسكو وميسكو وهواوي والى اخره. تمام، خلينا ممكن نحكي عن المهارات والخبرات. هلا احنا ننهي الجلسه التقنيه هلا، وحاطلب من الجميع اذا سمحتوا نرجع نفوت على نفس الرابط حتى نفتح جلسه جديده نحكي فيها عن التوصيف والمهارات والوظائف اذا سمحتوا. اذا ما عندك مشكله استاذ رامي انه نكمل قصه ثانيه. يلا يلا يلا، يسلم ايديك، نرجع نفوت نفس الرابط إذا سمحتوا.